متابعينا متابعي اليوم السابع، نحييكم من مدينة العريش وحكاية أشهر طائر في سوق الأسماك هنا في مدينة العريش، وهو طائر البجع. ولهذا الطائر حكايات متابعينا متابعي اليوم السابع مع أهل السوق. تفضل تعريف بحضرتك. هاني محمود عودة زايتر. استاذ هاني، انت هنا القائم على يعني تربيه ورعايه هذا الطائر الجميل. نعم، عرفنا ايه قصه البجعه هنا في سوق العريش. والله هي من 20 سنه لقاها اخويا، اخذها من اولادي، اشتراها 50 جنيه، كانت مصابه طلقات خفق الوش، وبعد كده عالجها تمت عندنا. طبعا هي ما تقدرش تطير لانه مضروبه كان في جناحها، وعلى ما اعتقد لحم على غلط وبتاكل بس وترزق من المحل. انتوا هنا اسره في هذا المحل؟ نعم، انت وشقيقك. نعم، حكيتكم مع البجعه، يعني انا عايز اعرف التفاصيل، ازاي هي وصلت للمكان ده تحديدا ودايما مقيمه او يعني قريب من المكان ده؟ هي بتاكل وبتنام عندنا هنا، يعني المغربيات لحالها والصبح بتطلع وبتاكل من المحل، ما تاكلش من المحل اي تاني، من اي محلات التانية، بس عقد محلنا ورزقها ورزقنا على الله. السمك اللي بتاكله انواعه ايه؟ بتاكل شبار، تاكل طبارة، تاكل بوري، يعني عادي. احنا طبعا بنديها السمك الطبارة، البوري، الشبار، اكتر حاجة الشبار طبعا. بس هي في لما بتقبل اعياد، لما ما اجازات الاعياد، احنا بنكون مخزنين لها فوق في الثلاجه وبنجيب لها ناكلها، يعني نيجي مخصوص عشان يعني انت عارف برضه روح تقلد خطيتها فبخاف. يمكن الطائر ده يعتبر وحيد هنا في شمال سيناء في العريش. لا، هو موجود في محمية الزمنيق. لا، بتكلم على سوق العريش، سوق الأسماك. فيش إلا هي هذه البجعة الوحيدة. تقريبا عمرها هنا في السوق لها مدة، هي عندنا 20 سنة، ويمكن هي لما جابوها خمسة حاجة وصلت ال 25 26 سنة. 26 سنة وهي في هذا المكان. يعني 20 وخمسة من لما كانت موجودة. تطلع برا السوق؟ لا 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 لا، عقد المحل. عقد المحل. لكن احنا سمعنا ان هي برضو احيانا في المناسبات بياخدوها ايام ويرجعوها. بعض ناس بياخدوها كاحتفال كده، بيعملوا احتفال عشان العيال تنبسط. في بعض حضانات بتيجي هنا تصور معاها اطفال مبسوطة بيها. بحبوها كطير يعني. احكي لي عنها، هي بتاكل الاسماك ازاي؟ يعني في انواع معينة من الاسماك بتختارها؟ لا اي نوع، يعني محمد اكلها مثلا سمكة دي سمكة. الحين افرجي لك وهي بتاكل. محمد اديها سمكة، اديها سمكة. عادي وتهضمها. ترميها، مش عارف شبعانة. تقريبا معدل تناولها من الاسماك في اليوم 2 كيلو ونص 3 كيلو يوميا. استاذ هاني، برضو احكي لنا عن هنا زوار السوق، اشهر المواقف ليك معاهم ايه هنا وهم بيشاهدوا البجعه؟ والله بحبوها وبتصوروا معاها وبيجيبوا اطفالهم، يعني دايما بحبوها، بحبوا يجي عشانها عشان يتصوروا معاها. والاطفال بالذات بتحبها، يعني تنبسط، تفرح انها دخلت السوق شافت البجعه. نعم نعم. يمكن معانا الاستاذ موسى. استاذ محمد، استاذ محمد، برضو انت هنا في المحل، احكي لنا عن البجعه هنا وازاي انتوا بتتعاملوا معاها وانتوا بايعين اسماك. لا، بجعه حلوه خالص، حبيبتنا يعني. ويعني تاكل رزقها وخلاص، وعايشه معانا، وبيجوا لها طلبه بتوع الحضانه واطفال حلوه بتيجي لها. ما فيش مره انت حسيت ان هي عبء على المكان؟ لا لا. لو غابت فتره بجيبها. يعني هي ممكن تطلع وترجع لك تاني؟ لا 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 لا، بره يعني مثلا ياخدوها يوم يومين ثلاثه كده وبيجيبوها. طيب بالنسبه لك، ما يعني بالنسبه للروث والمخلفات بتاعتها ازاي بتتعاملوا معاها؟ لا، بننظف اول باول عليها، نظفتها اول باول، بنحميها في الصيف، بننظفها يعني نظافه اول باول عليها، ويعني حرام مهتمين بيها. تمام. بالنسبه يعني بالنسبه لكم بمعدل استهلاكاتها، هل بسبب لكم مثلا انتم كتجار اي نقص في شغلكم في انتاجكم في شيء؟ لا،
ربك يمكن بكره يعني ربنا رزقها معاكم برزقكم ان شاء الله. يعني هي بتاكل رزق بتاكل رزقها والحمد لله يعني عادي يعني. في المحل بتختار مكان معين تركن فيه؟ لا هي عند الفرن بتقعد عشان الدفى اليومين دول بس يعني مكان الدفى بتاع يعني الشتاء بس بتيجي عند الفرن بس عشان الفرن يبدا سخون يعني. مفيش مره مرضت او تعبت وحاولت تعالجوها؟ لا مفيش حاجه الحمد لله. إذن متابعينا ومتابعي اليوم السابع كما تشاهدون هذه هي البجعة في سوق مدينة العريش، والتي كما ذكر قبل قليل القائمين عليها هنا في السوق أن عمرها في السوق يزيد عن 20 عاما، وهي رفيقة لهم في هذا المكان دائما تتواجد، وإليها يصل الكثير من الزوار والمشاهدين لها لالتقاط الصور التذكارية معها هنا في سوق الأسماك بمدينة العريش. هذه البجعة التي في يوم من الأيام عثر عليها وهي مصابة، والتقطها عددا من أهل المدينة وأحضرها هنا لهذا السوق لتعيش في هذا المكان بين تجار الأسماك وبين الزوار والقادمين للسوق لشراء احتياجاتهم من الأسماك. سوق الأسماك هنا في مدينة العريش، وهذه هي البجعة الشهيرة في هذا المكان. كان معكم لتلفزيون اليوم السابع من مدينة العريش محمد حسين.